صراحة المباراة كانت يعني شوية صعيبة على فريق الرجاء الريادي اللي تأضبطوا معاه بواحد يعني بواحد المجهود وواحد العمل، يعني اللي جات الشوط الثاني يعني اللي كان فريق الرجاء الريادي الحمد لله بدا كيتحكم في زمام الأمور، وكيف ما شلنا يعني يحاول يجيب التعادل ديالو، وكنقول اللعابه يعني حظ موفق ان شاء الله، وكنتمنى لهم الخير، غير واحد شويه يكون واحد شويه ديال الصبر والمزيد من العمل ان شاء الله، وغادي يتحقق المبتغى ان شاء الله. واش غادي نقول لك الانتدابات جداد يعني ما كتقدرش تعطي التقييم ديالك، هو اللاعب كتعرفه كتشوفه في الفريق اللي كان فيه، ولكن مقارنه باش ملي كتندمجوا مع المجموعه كيكون واحد شويه خصو واحد شويه ديال الوقت. مثلا كاين اللاعب اللي كيجي كيدخل في المجموعه كيعطيك كيبان لك مزيان كيمشي مزيان، كاين اللاعب ربما اللي كيلقى واحد الصعوبات باش يتادابط مع مثلا لا مع الخطه ديال المدرب لا مع كيفاش كيكون واحد يعني واحد التنسيق ما بين المجموعه وواحد يعني باش كما كنقول انسجام، كيكون واحد انسجام يعني هذا الشيء كيتطلب واحد شويه ديال الوقت. واللاعبين كنقول لهم يعني الانسان غير يكون مواظب وكيتريني مزيان يعني كينعس في الوقت كيأدي الواجب ديالو اللي عليه، يعني ما كيخليش واحد يعني كما كنقولوا ما كيخليش شي شويه من كاع الامور ديالو كيادابطيها مزيان، يعني كي مثلا يجي لونطريمون في الوقت ديالو كيتسنط للمدرب باش كيتبع الخطه ديال المدرب، يعني كيقوم بالواجب ديالو، يعني راه غادي يكون ان شاء الله في المستقبل مزيان ان شاء الله، وكون على يقين ان شاء الله الا كان واحد يعني واحد الروح واحد المجهود مبذول من جل اللاعبين ماشي غير الجداد يعني المجموعه كامله، فان شاء الله الرجاء غادي تكون بخير. وكنشكر المكتب المديري برئاسه السيد محمد بودريق على المجهودات ديالهم اللي كيبذلوا باش يقلبوا على الموارد الماليه وباش يكونوا عند حسن ظن الجماهير باش يوفروا بزاف ديال الظروف اللي تخدم الفريق، فمشكورين. وحنا كجمهور وكجمعيه المنتدى كان ما علينا الا ندعموا هذا المكتب واللاعبين ونشجعوهم ونحفزوهم، وفي الاخير كنتمنوا التوفيق لنادي الرجاء الرياضي. معكم حراس مصطفى نائب رئيس منتدى محب عشاق الرجاء البيضاوي. بما يخص المقابله ديال الامس صراحه كانت في المستوى، وفي الشوط الثاني بان الوجه الحقيقي ديال الرجاء البيضاوي، وزعما باقي ما نقدروش نحكموا دابا على الفريق، فهمتي دابا يلا اول مقابله فيها لاعبين جدد وفيها هذه بزاف الحوايج، وحتى الخطه ديال المدرب باقي ما عرفناش مزيان، وباقي دونك كنتمناو خير ان شاء الله لهاد الوافدين الجداد اللي جاوا، ونتمناو لهم نساعدوهم كجمهور ونصبروا عليهم. الجمهور مطلوب يصبر عليهم ويصبر على المكتب ويصبر على كل شيء، لان النتائج كتجي مع الصبر، اذا صبرنا غادي تكون ان شاء الله نتائج في المستوى. اللاعبين الجدد كنا كنشوفوهم فرق اخرى كانوا في المستوى، ولكن مع الرجاء البيضاوي واخا البارح سجل واحد وهذاك الشيء خصك تشوف اندماج ديالهم مع المنظومه، واش غادي يكونوا ولا ما غايكونوش، لانه كانت تجربه ديال الرجاء جاوا لعابه مجاهدين وجاوا الرجاء سوء الحظ ما عطاوش هذاك الشيء اللي كان مطلوب منهم. نتمناو غادي يكونوا في المستوى، ديجا البارح كاين بوادر حسنه، نتمناو ان شاء الله. اللي مطلوب انا حاجه وحده اللي بغيت نزيد هو ديال المكتب، ديما كيهضروا على مستشار غادي يعطينا، وهادي انا كنفضل المستشار اللي غادي يجي يانفيستي في الرجاء، مثلا غادي يعطيني 500 مليون يقلب شي حاجه يشريها الرجاء وتولي سميت الرجاء، وغادي يولي مدخول للرجاء قار. مين كتعطيها فلوس كتخلص بها لي زاريري تخلص بها هادي. انا الفكره هادي كفكره زدتها، وكنتمنى التوفيق للفريق العزيز ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.